برحب بيك كابتن مدحت شلبي، وبرحب بضيوفك الكرام. مع الان المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس اداره نادي سموحه. اهلا بكابتن مدحت شلبي، طبعا حبيبنا طبعا. مساء الانوار يا كابتن مدحت، ربنا يوفقنا ويوفق الجميع. احنا طبعا في ازمه ولازم نواجه الازمه ولازم نتصدى ليها، واحنا طبعا جزء من المجتمع وجزء من المجتمع الرياضي، فطبعا لازم تكون في خطوات حسيسه عشان احنا نقدر نحافظ على ارواح الاعضاء وعلى ارواح اللاعبين وعلى ارواح كل من ينتمي الى نادي سموحه، وندي نموذج في المجتمع السكندري والمجتمع المصري لما يجب اتخاذه من قرارات. فاحنا طبعا التزمنا بكل قرارات مجلس الوزراء وكل قرارات وزير الشباب والرياضه، وكنا طبعا حريصين على ان احنا ننفذ هذه القرارات باسرع وقت ممكن، وكانت استجابتنا عاليه، زائد ان احنا خدنا كل الاجراءات الاحترازيه اللي لا قدر الله تمنع ان يصاب اي طفل، اي عضو في النادي او اي عضو في النادي بهذا الفيروس. بس فاحنا لما حجمنا النشاط، قفلنا الاماكن المغلقه، قفلناها، طهرنا النادي وما زلنا بنطهر النادي بصفه مستمره، قفلنا النادي، واصبح النادي طبعا مقفول، لكن في نفس الوقت احنا في حملات تطهير مستمره النادي وما جاوره من ايه من مناطق، لان احنا طبعا في المقام الاول ايضا لنا رساله للمجتمع لابد ان احنا نأديها. فاحنا بنطهر النادي من جوه وبنطهر النادي من بره وبنطهر المناطق المجاوره للنادي. قرار الدوله، وطبعا انا عارف ان الدوله مع انتعاش الحركه الرياضيه ومع انتعاش الحركه الاقتصاديه وانتعاش الحركه السياحيه، بس بشرط في المقام الاول ان صحه المواطن اولا. انا سمعت النهارده ان الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا خد قرار باستكمال كل المسابقات حتى لو انتهت في اكتوبر. فطبعا احنا جزء من المجتمع الدولي، فان شاء الله احنا متفائلين ان مصر، ومصر من الدول المسيطره بشكل كبير جدا على هذا الفيروس الحمد لله، بالرغم ان احنا امكانياتنا اقل من امكانيات دول اوروبيه عندها استعداد اكتر، وبالرغم ان احنا برضو في مناطق في مصر ما عندهاش درايه او وعي كافي بخطوره هذا الفيروس بالرغم من كل ما يبث في التلفزيون، لكن الحمد لله احنا في وضع افضل كثيرا جدا. فاكيد احنا عندنا امل للسيطره عليه، والرساله دي اللي وجهها الفيفا دي برضو تدينا مؤشر او امل ان العالم هيسيطر عليه، وتستكمل المسابقات الرياضيه ويستكمل الدوري العام ويعود الحياه ويعود النشاط الى الرياضه في مصر. لما حضرتك تحب كيان وتحب مكان تحاول ان انت تعمل فيه اقصى ما تستطيع، فبالتالي سموحه دائما بيستقطب في جميع الالعاب ليس في كره القدم بس افضل العناصر التدريبيه ومدربي المنتخبات القوميه وافضل ناس، لان احنا عايزين نكون في افضل مكانه رياضيه، وعايزين الناس دي قدوه بتيجي يتعلم منها الشباب وبيتعلم منها المدربين الصغيرين، وبتعمل اضافات كبيره جدا للبعد الرياضي والبعد الاجتماعي في النادي. في طريقتين لكره القدم، في بعض الانديه ان هي بتشتري اللاعب الجاهز اللي هو بيكون ثبت تفوقه وسبب نجاحه. احنا هنا في نادي سموحه بيبقى عندنا رؤيه وبنبقى شايفين اللاعبين الصغيرين ومتابعين اللاعبين الصغيرين، وبنبقى عندنا بنسبه عاليه قوي التوقع نتيجه لاداء الناشئ ونتيجه لمستواه الفني ومستواه الجسماني وتفكيره وطريقه لعبه. فاحنا بنتمنى العناصر الناشئه دي اللي بيكون ناس كتيره جدا يعني غايبه عن فكرهم او غايبه عن رؤيتهم، فالرؤيه بتلعب دور كبير قوي في اختيارنا للعناصر اللي حضرتك بتقول عليها. فاحنا قدمنا عدد كبير جدا من النجوم، وما زلنا بنقدم عدد كبير قوي من النجوم للدوري المصري. يا مساء الأنوار.